المهندس سامي الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني للبنية التحتية بلدية مدينة أبو ظبي. اليوم نظمت بلدية أبو ظبي الاجتماع الأول لاستشاريين الفريق الاستشاري الخاص بقمة أبو ظبي الذكية التي ستعقد أعمالها بتاريخ 29 و30 أكتوبر لهذا العام 2019 برعاية وتنظيم بلدية مدينة أبو ظبي ومشاركة عدد تقريبا 20 جهة حكومية وعدد من الشركات الرائدة في هذا المجال من القطاع الخاص. وأيضا في هذه السنة وفي هذا المؤتمر سينضم إلينا عدد من المراكز البحثية التابعة للجامعات محلية وعالمية. من خلال هذا المؤتمر نسعى لترسيخ وتأكيد مكانة بنية أبو ظبي كأحد المدن الرائدة في هذا المجال الحيوي، وأيضا إعطاء فرصة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لاستعراض المشاريع والمبادرات الخاصة بهذا المجال، وأيضا إعطاء فرصة للقطاع الخاص لاستعراض التكنولوجيا وما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.